موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل نشر الصحف من السنة. سبق أن بينا أو نبهنا على أن الله عز وجل يوم القيامة يعطي كل إنسان صحيفته على حسب عمله، يأخذ صحيفته. وسبق ذكرنا أدلة القرآن، ونذكر أدلة السنة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول العبد: أعرف يا رب. يقول: تعرف ذنب كذا؟ فيقول العبد: أعرف يا رب. فيقول الله: سترتها في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون والعياذ بالله أو الكفار، فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ لما بيذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس يوم القيامة، فهي بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ يعني كأنها تقول لها: تذكرني يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، في ثلاث مواقف صعبة جدا، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب، إما أن يعطى بيمينه وإما أن يعطى بشماله فلا، وحين يخرج من عنق النار والعياذ بالله، يعني حين ينجو الناس من الصراط. هذه المواضع لا يذكر أحد أحدا في هذه المواضع. هذه المواضع منها الشاهد يعني موضع نشر الصحف، عندما تتطاير الصحف يوم القيامة، كل إنسان بيبحث عن صحيفته ويسأل ربه أن تكون صحيفة ناجحة، عند ذلك لا يذكر أحدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم وأحبابنا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.